هاني من ابرز الايجابيات النهارده عوده كهربا للتهديف، صحيح. مهاجم لما بيكون بعيد عن المباريات ويرجع والنهارده بيسجل هدفين يعني احلى ولا اروع، يعني هدفين مميزين جدا من محمود كهربا، فعودته مهمه جدا. طبعا وسام ابو علي عارفين اصابته الفتره دي، غيابه عن الملاعب لمده تراوح من اسبوع ل 10 ايام، لكن النهارده كهربا بيقول انا موجود وراجع بمنافسه قويه مع وسام ابو علي. خاصة لشخصية زي كهربا، كهربا محتاج جدا جدا للسبورت ده، محتاج للسبورت من الجماهير، محتاج للسبورت من الجهاز الفني، وده واضح جدا كمان من كولر ان هو اداله كمان مع بداية المباراة. ومحتاج ثقة الأهداف، محتاج ان هو يسجل، محتاج ان هو تاني يرجع. انت خلي بالك كهربا كان قاعد فترة طويلة جدا بعيد عن الملاعب ورجع بشكل أكتر من رائع وكان بيسجل كل مباراة، كهربا محتاج ده دلوقتي. والحقيقة الأرقام بتقول زي ما قال طبعا أيمن إن كهربا من أفضل اللاعبين الموجودين في الملعب النهارده مع قفشه على مستوى الأرقام، كمان شوية تركيز أكتر، شوية طمع أكتر شوية إنه لازم يسجل الفرص السهلة اللي جابها. لكن طالما أنت بتخلق لنفسك فرص وطالما بتتواجد في المكان المظبوط كراس حربة، وده شيء مهم جدا. الجزء الثاني محتاج تركيز أكتر، محتاج تمرين أكتر، محتاج ثقة أكبر، لأن كمان الثقة بتبقى بتفرق جدا جدا مع راس الحربة. فكل ده الحقيقة من مكاسب المباراة النهاردة. زي ما اتكلمنا كهربا قفشة ما بقاش اللعيب اللي هو البديل الذهبي، فده كمان موجود دلوقتي، طمنا أنه حتى لما قفشة بيبدأ المباراة بيعمل مباراة على مستوى عالي جدا. فمكاسب زي ما قلنا مكاسب كثيرة جدا، ولكن من عادة النادي الأهلي الطبيعي أنك كمان هتبص والجهاز الفني اكيد هيبص على بعض السلبيات اللي حصلت النهارده.